السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا غنقدموا واحد الحريشات كيجيو بالشوكولاتة فيرميسيل، كيجيو ولدات بزاف، والطريقة ديالهم اللي هي سهلة وبسيطة وكيمكن نقدمهم يعني لجميع الاوقات، كيجيو رائعين. كنتمنى انكم تجربوهم، كنتمنى تعجبكم الحلقة اليوم. وقبل ما نمروا لطريقة التحضير، اللي باقا مشاركتش معايا في القناة تضغط على زر الاشتراك ثم تفعل الجرس باش توصل ان شاء الله بكل ما هو جديد. ودابا خليكم مع طريقة التحضير. بالنسبه للطريقه والمقادير، اول حاجه كنحتاجنا 500 غرام ديال السميده رقيقه، كنضيف ليها هنايا شويه ديال الملحه، وكنضيف كاس ديال العنبات ديال الدقيق الابيض من بعد ما غربلتو، هنايا الدقيق اللي استعملناه الخاص بالحلويات، وكنضيف نصف كاس ديال العنبات ديال السكر سنيده او 6 المعالق كبار ديال السكر سنيده، وكنضيف هنايا واحد خنيشه ديال السكر فاني، وفي الاخير كنضيف واحد خنيشه ديال خميره الحلوه. هنا كنغربلها مزيان. هنا من بعد ما عملت هاد المكونات الجافه، دابا نخلطهم مزيان مع بعضياتهم. ودابا كنحتاج الكاس ديال العلبه ديال الزيت النباتيه اللي كتكون ناقصه واحد شويه كيف كتلاحظوا معايا، وانا كنضيف على ديك السميده وكنخلط مزيان. هنا من بعد ما كنكونوا خلطنا الزيت مع السميده مزيان، هنايا كنضيف واحد ملعقه كبيره ديال الخميره المعجونه، انني استعملت الخميره على شكل حبيبات، وكنضيف هنايا 20 غرام ديال الشوكولاته فيرميسيل، هنايا كنخلطهم مزيان مع السميده. ودابا كنضيف واحد البيضه وكنضيف واحد الياغورت بالنكهه ديال الفاني، وكنرجع نخلط. ودابا باش كنجمعوا السميده ديالنا، فهنا عندي تقريبا كاس ديال العلبه ديال الحليب اللي كيكون دافي واحد شويه، كنضيفو وكنبقى نخلط حتى كنحصل على واحد الخليط اللي كيكون خفيف واحد شويه. انا استعملت يعني كاس ديال العلبه، كيمكنكم يعني اذا شفتوا بان الخليط ديالكم بقى ثقيل معكم فكيمكنكم يعني تزيدوا يعني بمعلقات حتى كتحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون خفيف كيف هتشوفوا معايا. هنايا من بعد ما سالينا، فهنا كنحتاج هاد الليمون هادو اللي كيجيو صغارين، هنايا من بعد ما دهنتهم شويه ديال الزبده مذوبه ورشيتهم شويه ديال السميده، ودابا مباشره كنعمرو بالخليط ديالنا، كنعمروهم مزيان.
التقنيه باش ياخذوا الشكل ديال المول اللي حنا مستعملين. فهنا كنحتاج واحد شويه ديال السميده اللي كنرشها على الوجه ديال السميده بهذه الطريقه هذه، وكنضغط عليها مزيان هكذا باش كياخذوا يعني الشكل ديال المول اللي حنا مستعملين. يعني كيف شفتوا الطريقه فهي سهله، فانا غنبقى مستمره يعني بنفس الطريقه حتى كنكمل لي مول اللي عندي كاملين. ودابا هنا من بعد ما كسالي فانا مباشره كندخل الفران على درجه الحراره 180 درجه من بعد ما كنكون سخنا الفران من قبل، وكندخلهم وكنخليهم حتى كيطيبوا مزيان، ومن بعد كنخرجوا. ودابا هنايا من بعد ما كيطيبوا كيجيو بهذا الشكل هذا، وهنا مباشره كنحيدوهم من المول ديالهم، يعني كيتحيدوا بكل سهوله. كنا نقدموهم بهذا الشكل هذا فقط. كيمكن لكم ايضا يعني تدهنوهم شويه ديال النافاج، وايضا كدينوهم شويه ديال الشوكولاط فيرميسيل بهذه الطريقه اللي انا نستعمل. فهذا كيبقى اختيار ديالكم فقط. كيمكن لكم كيف قلت لكم في الاول تقدموهم غير بالشكل ديالهم حتى هما كيجيو مزيانين. ودابا من بعد ما سالينا فكنقدموا الحريشات ديالنا اللي كيجيو حلوين بهذا الشكل هذا. صراحه كيجيو رائعين بالنسبه للمذاق ديالهم، كيجيو لذاذ بزاف، وكيمكن يعني نقدمهم يعني جميع الاوقات، يعني كيجيو راقيين في المنظر ديالهم حتى في المذاق ديالهم، فهما كيجيو لذاذ. المذاق ديال الشوكولات مع المذاق ديال الفاني يعني كتجي شي حاجه اللي هي لذيذه بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم، كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه اليوم. اذا عجبتكم الحلقه ما تنساوش من الاعجاب، وايضا تشاركوا الفيديو ديالنا مع الاصدقاء ديالكم باش كتعمل فائده ان شاء الله على الجميع. ودابا خليكم على خير، السلام عليكم.